عيش بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن. عندما يكرمك العالم بكل لغاته، بكل قاراته، بكل مستوياته، الملك والأمير والرئيس والمفكر والكاتب واللاعب، عندما تكون حاضراً كمادة علمية مكتنزة في أعرق جامعات العالم ومكتباته، عندما تكون عنوان إبداع عبقري مرجعي، فإنك لا شك ابن الإمارات الدكتور جمال سند السويدي. ساهم في أن يجعل لإمارة أبوظبي اسما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وغيرها كثر. إحداها أنا تلميذ تعلم على يد أستاذ، هكذا يحب أبناء زايد دار زايد، فكيف لا يستحقون الوفاء من دار زايد. وحينما تقدم لك مدينة فاس بكل ما تمثله من الأصالة وعمق التاريخ الحضاري المغاربي الممتدة وشائجه المتصل نسبه بالحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، وتتحرك الإسكندرية بزهو العراقة ومبتدأ تاريخ الفكر الإنساني وموطنه، أقدم مكتبة ومنارة للتنوير والإبداع لتمنحك مفتاحها وكلمة سرها. عندها تؤكد أنك تربعت على قمة التميز. ولأنك جمال ابن الإمارات الجميلة، إمارات التمكين، حيث الاهتمام بالإنسان قبل المكان، وحيث آمن القادة بأن العلم بوابة السمو الحضاري، كان لابد أن يكرمك العالم ويحتفي بك كأيقونة إماراتية عالمية اختزلت صورة التميز الإماراتي المرتكز على امتلاك ناصية العلم، حين تقود المعرفة الفكرية كل حقول المعرفة البشرية. فالأمة التي لا تفكر جيداً لا تستطيع أن تنتج وتسير وتحمي مكتسباتها. ولأن العالم في ظل العولمة هو قرية صغيرة تختفي فيها كل حدود التأثر والتأثير، فمن الأساسي أن تعرف كعربي كيف يفكر الأمريكي، وكيف يصنع تفوقه، وكيف يؤسس الصيني قوته الدافعة للمنافسة، وكيف صنعت أوروبا من تجارتها اتحادها، وكيف تصارع من أجل البقاء في ركب المقدمة، وكيف تكون أكبر مديون وأكبر مفلس، لكنها رغم ذلك تمسك بكل منافذ القوة في العالم. هو تاريخ من العطاء تجلى في صور متعددة، اجتاز بها الدكتور جمال كل الحدود ليختزل العالم بين يدي كل قارئ، في سطور، في كتب، في أبحاث، وفي رؤية واعية ترصد وتحلل وتستنتج بموضوعية. ولتعرف كل ذلك عليك فقط أن تقرأ رؤية الدكتور جمال في كتابه آفاق العصر الأمريكي. هنا كانت العلاقة بين الدكتور جمال سند ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إذ اكتسب هذا المركز قوة أدائه وانتشار سمعته في مراحل تطور سابقة الريح، هي نتاج أفكار حرص الدكتور على تجسيدها، إذ كانت تعكس مستوى طموحه في مجال البحث العلمي المتميز الذي من خلاله قدم للمكتبة العربية والعالمية سلسلة بحوث ومقالات وكتب أكاديمية
فرضت قوتها كمرجعية بحثية ثاقبة. ورغم أن كتب المفكر والباحث الإماراتي الدكتور جمال سند السويدي هي كتب بحثية أكاديمية تنتهج مسطرة علمية في رصد المعطيات وربطها وتحليلها واستنتاج خلاصات موضوعية منها، إلا أن عناوين أشهر كتبه تكشف خلفية أدبية نقدية لديه كباحث ومفكر. فكتابه المعنون من القبيلة إلى الفيسبوك يمكن تفكيكه كعتبة نص مكثفة تختزل محتوى الكتاب وتوحي بظلال دلالية تماماً، كما في علاقة القصيدة بعنوانها: القبيلة بطون وفروع وأفراد، وفيسبوك كذلك حساب شخصي يمنح صاحبه الانتساب للقبيلة الجامعة فيسبوك، وللفروع التي تمثلها مجموعات مفتوحة أو مغلقة أو سرية، والبعد الشخصي المتميز عبر الصفحة الشخصية أو المدونة للمميزين تماماً، كما يتميز أعيان القبيلة. إنها عملية إيقاظ بارعة تحيل لمعنى خلفه دلالات عنوان وفصول الكتاب القيم. أما عنوان كتابه آفاق العصر الأمريكي، ففيه إحالة تناسب العقل العربي وعلاقته بلغة الموروث الشعري: العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، العصر الأموي، العصر العباسي إلى آخره، لكنها إحالة بلغة العصر لمضمون غير الشعر. إنه مضمون تفوق الأمم في القرن الحادي والعشرين عبر نتاج العقل العلمي وليس عبر نتاج الوجدان الشاعري. لكن كتابه الأخير السراب يقطع الشك باليقين في حقيقة البصمة الأدبية الراقية ذات الظلال والدلالات المتعددة، حين يعنون مفكر وباحث متميز دراسة موضوعية تتناول عقدة العقد في الوقت الراهن، ألا وهي عقدة التطرف ونشوء وتأثير الحركات المسلحة ذات البعد الديني في الواقع الراهن. وكأن المؤلف يرسل رسالة طمأنة للأمة والعالم تقول باختصار: لا تخافوا من فورة العنف المتطرف، فهي سراب، سراب حقا، رغم موضوعيته في جمع وتفكيك وربط وتحليل كل معطيات البحث. لم لا وهو؟ إليك جمال تزدحم القوافي، قوافل في جمال ترى الجمال، لك الحرف المجنح خيل فكر، بها سيف الرؤى في الفكر صالا، نهلت العلم فانفتحت دروب إلى آفاق لم تعرف محالا، دليلك مهجة بالعقل فاضت، فأرست في مساربه الجبال، إذا سألوا المعارف خير رأي لأمتنا تقول سلوا جمالاً.